بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع سلسله تعلم برمجه بوربوينت 2019، وان شاء الله غادي نشوفوا شنو هما لي ترانزيسيون. دونك لي ترانزيسيون هما دوك الانتقالات، يعني من كتابه لكتابه، ولا من صوره لصوره، ولا من ديابوزيتيف لديابوزيتيف. دونك غنشوفوا كيفاش كيخدموا هاد لي ترانزيسيون هادو. دونك على بركه الله نمشيو لمن ترانزيسيون. دونك ملي كنحلوا هاد المنيو هذا عندنا بزاف انتقالات هنايا. دونك بار اكزومبل مثلا نختارو هاد، فوالا، ندوز لاباج تانية ناخدو مثلا الشكل ديال ستور، لاباج تالتة مثلا فراكسيوني، لاباج رابعة نحاولو ناخدو مثلا شي، لاباج خامسة مثلا ناخدو شي كي مشينا درنا بار اكزومبل دابا ديابوراما، غادي نمشيو نشوفو كيفاش هاد لي ترانزيسيون ديالنا. دونك هو خدا لينا ابارتيال لا ديرنيغ ديابوزيتيف. دونك هو بدا من الاول، كليك كيدوز لاباج تانية، كليك لاباج تالتة، فوالا. دونك هنا باغ اكزومبل مثلا ملي كدير مثلا شي ترانزيسيون، كتحاول دير ليها مثلا دير ليها ان سون، ولا شي ناخد اي حاجة لا ديري ديالها مثلا 75، ناخدو مثلا شوفو نديرو ديابارام ونشوفو كيفاش يعني كيف ما لاحظتوا، يعني هاد كاع هاد الانتقالات هادو يعني مفيدين في البريزونطاسيون ديالكم، سيرتو اللي كانت عندكم مثلا شي رابور ولا شي مثلا شي بريزونطاسيون بغيتو ديروها. دونك تحاولوا تستعنوا بهاد لي ترانزيسيون هادو اللي كيعطيو واحد الجماليه للفيشي ديالنا. دونك حاولوا تطبقوا هاد المسائل هادو كاملين، هاد لي ترانزيسيون كاملين هنايا لي فيشي ديالكم. انا بغيت ندير لا بيرسي كتشوف كيفاش كيخرج. دونك كانت هادي اوفان، كان هذا درس يعني ديال لي ترانزيسيون، يعني حاولنا كيفاش نتعاملوا معاهم، نطبقوا كاع هاد لي ترانزيسيون هادو. دونك الى عجبكم الدرس حاولوا ديروا لنا واحد الجيم، والناس اللي مشتركينش معنا يحاولوا يشتركوا معنا. الى عندكم شي استفسار خلوا لنا في التعليق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.